أو غير ذلك. فيعني كل هذه الأشياء تجعل منه أنه كان في مدرب، كان موجه تربوي، كان معالج، كان مهتم بالطاقة، أي كانت اهتماماته في عالم تطوير الذات، فيبقى الخطوة الأولى هي تطوير الذات. دون يتلاحظ بكلام الوقت يزحمنا، سأعطي الكلمة لسيدي حسان السوكا المؤلف والماستر كوتش يعني المعروف، الذي له مؤلفات كثيرة ويعني له عدة محطات تدريبية على الصعيد الوطني والإفريقي، فله الكلمة مشكورا مأجورا إن شاء الله في بسط بعض جوانب أهمية هذه الدورة، حتى يتعرف الأحبة الكرام الحاضرين معنا على الموضوع أو عن الموضوع الذي نتكلم عنه اليوم، وهو تطوير الذات. فالكلمة لسيدي حسان، وننصت إن شاء الله ونتابع، وإذا كانت إن شاء الله يعني رغبة في التدخل، يعني يمكن أن يتدخل إنسان أي وقت، فقط أن ننظم تدخلات والمجال مفتوح للأحبة للمداخلات والسؤال. الكلمة لسيدي حسان، فليتفضل مشكورا إن شاء الله بالعالمين مأجورا. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الإخوة والأخوات الكرام، شكرا سيبوه، شكرا للحضور الكريم إخواننا وأخواتنا الكرام. كاين اللي في عطلة، كاين اللي ماشي في عطلة، كاين اللي عنده سخون الحال، كاين اللي برد الحال، الحمد لله على كل حال. دونك الدورة اللي هي تطوير الذات هو هذا الموضوع اللي بينا نناقشوا، وموضوع اللي يكون إن شاء الله مستعد، موضوع باقي فيه شوية اختلافات كثيرة وباقي فيه لبس. احنا بدنا نحطو، تنقولوا احنا بدنا نحطو نتوضعوا كاملين على الطريق الصحيح ان شاء الله. هي في الدورة كيفاش ممكن تستفدوا منها ان شاء الله، في الدورة اللي تكون عندنا بحال واحد الرحلة اللي تكون فريدة لكل واحد فينا ان شاء الله، الى قرار باش هو يحقق افضل، تنقولوا احنا افضل صورة منه، ويقدر يحقق واحد المعنى الوجود ديالو في هذه الحياة. هذا هو المشكل اللي كاين. الدورة ديالنا تكون على الشكل التالي، هي تكون أخذ وعطاء، ما غاديش تكون غير أنا مثلا كمدرب ولا كمتدخل ونخلي الإخوان الأخوات يسمعوا، لا، الدورة تكون يكون فيها واحد التفاعل أكثر، واحد الانتراكتيفيتي أكثر، باش كلشي تيستافد. إنما الله يجزيكم بخير، اللي بغى يناقش عطاتو الكلمة، نحاولوا نقلصوا حيت الوقت على حسب القاعة، ونخدمه في الصميم اللي يكون. من الأشياء اللي بغينا نناقشوا اللي هي مهمة جدا، حيت دابا هذا العالم أغلبية تنخدموا فيه، والأغلبية كي اللي يخدم فيه وما تنعرفوش كي يخدم. هنا شوفوا الله يجزيكم بخير، واش تبان لكم الصورة؟ واش يبان لكم البارتاج؟ تقاسم ديال الصورة؟ لا كيبان السي حسن، كيبان الحمد لله. دونك كاين اللي عنده التليفون يقدر ما يبان، يدخل ويخرج يقدر يبان عنده. دونك هنا كاين واحد الحديث هو كثير بيننا حنا كاملين كناس، سواء في التطوير الذاتي، في التنميه الذاتيه، كاين اللي يقول التنميه البشريه، التنميه البشريه اوتر شوز. حنا نتكلموا كل ما يتعلق بالتطوير الذات والتنميه الذاتيه. كيف كاينه واحد القوله ديال اليابانيين، تيقول لك اودي الا كانوا الناس تيبحثوا على الكنوز تحت الارض، راه كاين الكنوز اللي هنا غير في واحد بين كتافنا وحنا ما عارفينوش. فعلا هذه القضيه مهمه، حنا ما تنعرفوش حتى نفوسنا فين غاديين، فين جايين، اشنا هو الهدف ديالنا من هذه الحياه. كاين مجموعه ديال الاشياء اللي تنتخبطوا فيها. هنا باش نتفاهموا على واحد القضيه، هنا راه غادي نشوفوا شي امور غادي نناقشوهم، ونشوفوا واحد مجموعه ديال الفيديوهات اخرى باش يبان لنا اشنا هي الطريق اللي نقدروا نتوجهوا فيها كاملين. حنا ما كاينش ديك القضيه هز يلا طير يلا تخيل يلا دير، داك الشيء راه ما كاينش. يعني الا ما كانش الفعل عقل وتوكل راه ما كاينش. هذا هما الامور اللي بينا نناقشوا. واحد الصوره غادي تبان لكم ثانيه، الله يجزيكم بخير، تكونوا ممكن يدير لنا تعليق على هذه الصوره. يلا سيده، كاين شي مداخله اللي بغى يتدخل؟ اي اكتيفي لو صون ديالو ويتوكل على الله. الصون ويقول كلمه ديالو عاودي ديزاكتيفي. تعليق في كلمات. كاين اللي قال السي حسن، قال في التعليق الارتقاء بالذات. ارتقاء بالذات مزيان، ولكن دابا لي واحد راه طاير ولا ما عرفت يحلم. نعم. اما السي عزيز
يكمل ولد يكمل ولد تطعيت راح له ما يلا الاخوان بنونا يلا سي عزيز استاذه ليلى استاذه سناء كاين شي مداخله دونك نكملوا ما كاينش حتى مداخله من الاخوان الاخوات انا خليهم حتى يكونوا واجدين وغيدخلوا استمر سي حسن ما عليناش هو حيت حنا غادي سؤال جواب ماشي نتكلموا شنو هي التنميه الذاتيه وشنو هي حنا بغينا نشوفوا الاخوان الاخوات اشنو مفهوم ديال التنميه الذاتيه عندهم او تطوير الذات الدرجه الاولى كاين بعض التعليقات سي حسن قالت اراء الناس لا تسمح لك بتطوير الذات هذه سي طارق وكاين تعليق اخر الوقوع في وهم الحياه وانا ممكن نعرفهم السي بنونا الاخت بنونا اشنا الوقوع في وهم الحياه نعم واش تنعتبروا حنا حياتنا كواهم ولا حياتنا واقع وكي قال الاخ الكريم ولا اراء الناس لا تسمح لك بتطوير الذات دونك هنا في تنقول وتيقول السي بو حتى هو واش انا ذاتي مستقله ولا ذاتي ديبوندون لي زوتر يعني شي حاجه اللي بربح واش عاوتاني نفهم اخر حنا كاع نفهم مغربي واش عندهم لي زوتر بيرسون دوك الناس اللي دايرين بك ولا البيئه ديالك واش عندهم تيليكوموند اللي تيتحكموا فيك عن بعد ولا ما ديرش لا هذه لا هذه حيت انا باش نتفاهموا على واحد القضيه راه ماشي كاع اراء الناس راه صالحه ليا وراه كاملها راه تتمتني هذا مشكل تنعيشوه دونك حنا ما تنستقلوش بذاتنا 100% من طبيعه الحال ما تنعيش بوحدنا في الدنيا بوحدي ولكن تيكون واحد التعايش تيكون واحد التفاهم فعلا كي قال البنو هو نحاول التعايش معه وبالاحرى نحاول مواكبته دونك مزيانه استاذي الكريم ولا استاذه الكريمه نجيو حنا للمفهوم ديالنا الدارجه كاين واحد الكلمه تتكرر بزاف تتقول لك كي ديال الاحوال تيقول لك واه تنسلكوا ياك ما هي هذا هو القصد محاولة المواكبة أو التكيف إيه تيقول لك هنا مزيان هذه النقطة كاين واحد تجربة في علم النفس دارت اللي هي المفهوم ديالها بحال هذا الشكل تتعرفوا الضفدعة واحد الغنويل ضفدعة قال لك سبحان الله الضفدعة تتحطها واحد الماء بارد تبدا تتعو قال لي قبض واحد الاناء اللي هو وشعل النار وحط ديك الضفدعه قال لك هي فعلا تبقى تتعوم ولكن هي راه ما حاساش بانه راه داك الماء تزداد سخونه حتى تيوصل واحد الدرجه مرتفعه حتى تتولي ديك الضفدعه بهذا المفهوم تسلقات يعني تتولي شوربه الضفادع دونك في هذه الحاله تيقول لك اش واقع دونك ملي تحطينا الماء بارد راه تتعوم موقع لها والو راه عايشه ومن حطيت في ما بارد ولكن بدينا تنحطوا النار والازمات تتبدلوا الاوقات تتبدلوا كاين تغيرات كاين هو تتكيف حتى مات ولكن في هذه الحاله نفترض الا حطينا الضفدعه في ذاك الاناء وهو فيه واحد الغليان ديال واحد التمبيراتور اللي طالعه هي تنحطوا لها الرجل الاولى واش الضفدعه غادي تدخل ولا تقفز في نظركم غادي تقفز سي حسن غادي تقفز دونك علاش قفزات شكون يقدر يجاوبني راه شوف باش نتفاهموا راه الاجوبه كامله صحيحه حسب الراي الاخر وماشي نقول لك انا خطا لانه تتعبر بها على حسب الخريطه الدينيه الخاصه بكل واحد فينا حيت كل واحد فينا تيشوف العالم ومفهوم العالم ومفهوم الحياه من نظره ديال الخبره ديالو وديال المعتقدات ديالو وديال القيم ديالو باش نتفاهموا راه ما تلقيوش اللوم على واحد اخر تقول لا خطا صح انما حنا تنقلبوا على نقط الالتقاء بيناتنا وتنشوف واش تفاهمنا معهم وكل واحد على حسب بيئته وعلى حسب الواقع ديالو دونك الضفدعه قفزات علاش لان عندها الجلد ديالها حساس بزاف اش حسات قفزات وانسحبت حيت عندها الجلد حساس بزاف فعلا دونك هنا حنا شي وقع لينا تغيرت بيئتها دونك قفزات ولكن منين وفي اللوم اللي كانت البيئه ومشات معاه وتكيفات كي قال سيبو كان تكيف اش وقع عليها واش بعد مرات ما نقولوش بان التكيف او دائره الراحه فاش تنعيشوا راه تتكون خطر علينا
ممكن احيانا ممكن واش حنا تنتسناو كون على يقين راه الاغلبيه عايشين في دائره الراحه حيت حنا دائما باش نتفاهموا هاد 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 العقل البيولوجي ولا هاد الكمبيوتر البيولوجي راه العقل راه بالدرجه الاولى مخلوق باش يحمي الانسان راه في اي عمل تنبي نناقشوا ولا اي عمل تنبي نديروا وتيكون فيه مجهود تيقول لك وايل اش تصدع راسك السي حسن وايل بارك عليك نوت عندك خدمتك بخير عندك طوموبيلك عندك دارك عندك وليداتك بخير اش باقي بغيتي ماك حرق راسك ولا شي واحد تيدير شي فورماسيون هو استاذ ولا مدير ولا عندها تجاره ولا عندها شي حاجه ووليداتها ولا راجلها تيقول وايل تخسري فلوسك اشنو تديري دونك هادو اشياء كاينين ولكن ماشي كلشي راه تيتسمح ليه هاد الفرص باش يديرهم لانه حنا راه حتى حنا نعذروا الناس اللي دايرين راه تبرمجنا لكن واحد البرمجه يعني راه ملي كنا صغار وفي العائله من لاج من عام حتى لخمس سنين كاينه برمجه من عند الاباء ديالنا شي شويه من عام حتى سبع سنين كاينه برمجه من عند الاسره ديالنا ها خالتي ها عمتي ها عمي ها الجيران شي شويه دخلت المدرسه كاينه برمجه في المدرسه والاصدقاء شي شويه وصل لاج ديال 18 سنه وما نساوش بانه لي ميديا الانترنت دابا يوتيوب كاين مجموعه ديال الاشياء ومتى توصل عندي 18 سنه تندير ديك البرمجه الخاصه بيا دونك هنا راه كاملين راه عندنا كلاكي كاملين عندنا بلوكاج كاملين عندنا عقد هذه بطبيعه الانسان وبطبيعه الانسان بانه راه حنا دائما تنفكروا في الجانب السلبي اكثر من الجانب الايجابي يعني بطبيعتنا هو 80% كلشي تنفكروا سلبي و20% تنفكروا ايجابي دونك حنا راه ما تنقوليكش راه لا راه الانسان يكون ايجابي ما كاينش ما يمكنش تكون ايجابي 100% وممكن تكون سلبي 100% وما يمكنش تكون ايجابي 100% ولكن ممكن تكون سلبي 100% ولكن غير في تنقولوا حنا اشنو الاساس من هذا الشيء هو على الاقل تيتخلق واحد التوازن نفسي واحد التوازن داخلي عندنا حنا تنشوفوا بالمرات تنساو تنشوفوا كل ما هو اكستيريور الاهداف ديالنا نوصل لهذه نوصل لهذه ولكن تنساو كل ما هو انتيريور وكون على يقين الله سبحانه وتعالى قال لك ان الله لا يغير بقوم حتى يغير ما بنفسهم يعني اش عطيت للداخل عاد اش بغيت نغوسوفي على برا دونك هذا هو الاشكال لاحظوا دابا نتوما وليداتكم الازواج ديالكم خوتكم الاصدقاء ديالكم كاين مشكل عنده وبدا تسالوا اسئله كون على يقين راه فوق الاجوبه ديالو 95% 99% يبدا يقول لك راه هما راه هي راه الدوله راه المجتمع راه المدرسه راه الاكاديمي راه التعليم راه 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 كاين مجموعه ديال الاشياء تتقال ولكن انت تقول لي انت اشنو بغيتي تيقول لك لا حتى تصوب محيط خارجي عاد تصوب انا كون على يقين غتبقى تنتظر باش يتصوب محيط الخارجي ما عمرو يتصوب الا ما تصوبتيش انت حيت حنا علاش تنعرفوا دابا كاين تيقول لك السي حسن انت تتحلم نعطيكم واحد المفهوم رجعوا معايا شكون هنا فيت 50 سنه كاين مجموعه هنا فيت 50 سنه وكاين مجموعه شباب نرجعوا للسبعينات نرجعوا للثمانينات الثمانينات في المغرب ما كنجوش حنا في ليترونجي ولا شي حاجه وكنت وغادي انا في الطريق ودير البلوتوث هنا ولابس كومبلي وغادي تنتسارى واتصل بيا شي حد وتبدا نتكلم هكا اللي تسمح داش بديت يقول هادشي في الثمانينات ولا في السبعينات اش بدي يقول في نظركم بدي يقول مسكين شوف كي داير وحمق مسكين والله الا خرجوا لي عقله واش كاينه ولا لا ولكن نعم صحيح الان التليفون عندي وتن البلوتوث وغادي تنتكلم واش شي واحد حتى ما تيدا فيا حتى شي حد لانه الناس يتسون ادابتي تقلموا مع هاد التكنولوجيا الجديده ودابا 2030 2050 ما عرفنا كي يكون هادشي ودونك راه شي غير وهذا في واحد الوقت كان حلم انا ملي تيقول لي واحد تيقول لك وكون واقعي لا تنكون واقعي مع راسي ولكن باش نكون واقعي ديك الوقعانه ديالي باش يكون عندي كضعف راه انا لا يستهان بيا ورانا هكا ولا داك واصبر داك الصبر حنا صابرين لا ربي ماشي يقول لك غير صبر لا نوضح لك وصبر باش واحنا صابرين تتقد الوقت راه ما عمرها تقد دونك هادو اشياء حنا اللي تناقشوها هنا فين بينت لكم انا هذا الشخص حنا راه ما كاينش عندنا ماشي نقول لكم حنا الطوب ولا شي حاجه انما الدوره تتمشي من منطلق تجربه ديالنا ومنطلق حتى اساتذه ديالنا اللي علمونا بانه تنمشيو للوقعنا اكثر ولما نحقوا شي حاجه لذاتنا لانه اشنو هو الفضل اللي بيولي عندنا بتولي على الاقل تتولي عارفه اش تدير ما تتخليش داك اي حاجه تيكون فيها رد الفعل اي حاجه بغيتي تخطوها تتكون على الاقل ما تتحطش اهداف تتكون على الاقل التعامل مع فلوس ما تتعاملش مزيان التعامل مع الاشخاص اللي قراوك ما تتعاملش كاين مجموعه انت ما فاهمش راسك كيفاش بغيتي تفهم الاخرين دونك كون على يقين راه لا يمكن انت ما فاهمش نفسك وبغيتي تفهم الاخرين ما يمكنش انت بغيتي تتواصل مع نفسك وتتمشي تدير التواصل الفعال وتدير كومينيكاسيون وتقول فهمت على الاقل تحكم في ذاتك ودير مجموعه ديال الاشياء كون على يقين هذه الاشياء اللي غادي تمشي دونك هنا في هذه الحاله حنا باش اشنا هو هذا السؤال نطلب لكم
اشنو هما المعارف او المعرفه المطلوبه باش يستطع اي انسان يطور من نفسه نظركم دابا، وتنحترموا الاقتراحات ديالكم وتنحترموا الاجوبه ديالكم. يلا سيدة، كاين شي جواب هنا جانا؟ فهم الذات وي سي من الاستاذ شيماء، فهم الذات راه فيها بزاف الحويجات. وي متفق معك استاذ شيماء، قالت لنا فهم الذات اللي ما صطاتش عليه كاين البيئه فيها ضجيج يكتب في راه كاين تشات، يكتبنا في التشات ما عندناش اشكال. النصائح فهم الذات والتصالح معها فعلا ياك نجيب خصمه مع ذاتك استاذ شيماء. فعلا التسامح مع الذات راه ما ساهلش، فهمتي؟ لانه راه حنا كي قلنا لكم راه عندنا راه سبحان الله، الله سبحانه وتعالى راه تيقول لك راه منين تنتزادوا تنكونوا اجنه في البطن ديال الام راه عندنا اللاوعي كي تيقولوا علماء ديال النفس راه تيقول لك راه تيبدا تيستوكي راه طول الطون راه تيستوكي 2 بليون معلومه في الثانيه راه ما ساهلاش. ونعطيكم باريكزومبل كامكم راه قريتوا نقولوا لا تتقريو قول لي الباب ديال المدرسه اش من لون عنده مثلا؟ الباب ديال المدرسه واش الحديد ولا الخشب؟ الباب ديال المدرسه واش فيه الكرياج ولا فيه لي بلاك ديال الحديد كامل؟ لا اقسام البيبان ديالهم باش مسبوغين؟ الارضيه ديال الاقسام واش فيهم جليج ولا فيهم لاموزيك ولا فيهم شي حاجه اخرى؟ دونك لا تطلع تقدر تجاوب بسهوله تقول هذه وهذه وهذه، ولكن واش ما عمر السؤال تبادر في الذهن ديالك؟ انت راه ما عمرك ركزتي على ذوك الاشياء ولا في هذا. دابا الان تنتكلموا، انا تنتكلم معكم وتنسمع في البيت الاخر لا في الدار تنسمع الابناء ديالي تيتكلموا. تقدر دابا انت تتكلم تنسمع انا لا كلمت خدامه، دونك كاين شي اشياء نقدر نسمع في الشارع شي حاجه دايزه نسمع شي كلام في الشارع. دونك هذا باش نتفاهموا حنا مكونسونطرين وتنخدموا بالعقل الواعي، ولكن العقل اللاواعي تيبدا يسجل سبحان الله كيبقى يسجل وحنا نو سون با كونسيون. هنا فين تيوقع لينا حنا باش نفسر لكم اكثر العقل اللاواعي، دونك منين نقول لكم باغ اكزومبل حاول تكونسونترا وجبد ليا واحد الحدث ولا جبد ليا واحد المناسبه اللي هي ديك المناسبه ماشي مناسبه مؤلمه اللي فيها واحد الوفاه ديال واحد الشخص عزيز عليك بزاف. كاين بيقول لي اخ ديالك، بيقول لي الام ديالك، بيقول لي الاب ديالك، كاين بيقول لي صديق صديقه، دونك كاين مجموعه ديال الاشياء. ولكن ملي تنسالك دونك هنا شنو تتجبد؟ داك اللي خلق لك الالم الكبير. مثلا تنجبد دابا انا الام، مثلا الام ديالي لي، ولكن انا ما ماتش الام ديالي، مات الزوج ديال اختي، واحد الزوج ديال اختي، مات الاب، مات، ولكن اللي خلى لك الاثار هو باش تعرف العقل اللاواعي راه عنده بحال الارشيف تيستوكي لك الحدث اللي عندك الالم فيه هو اللي تيستوكي. داك الشيء علاش حنا تيكون عندنا احداث مؤلمه، كاين تيكون فراق، كاين تيكون طلاق، كاين تيكون مجموعه ديال التصادمات تيوقعوا وتيبقاو خلقين هذه الاشياء. لاحظنا؟ دونك هنا باش نتفاهموا على واحد الكلمه مهمه جدا. الاخوان كاين واحد الضجيج نحاول نسكتوا الصوت سيل بوكلي. دونك هنا باش نتفاهموا خصنا نحضيو الى بغينا ندخلوا لهذا المجال واي مجال، حضيم الاشياء واش فعلا صحيحه معقوله تتقال وفي المنطلق ممكن نديرها ولا هير بلا بلا. وحنا غادي نوريكم انا شي فيديوهات وتحكموا بيديكم، حيت راه ما يمكنش كيف يعقل بيجي واحد عنده 7 سنين 8 سنين 10 سنين وبيقول لي انا هذه وهذه وتندير وتندير، راه ما كايناش. راه ما يعقلش شي واحد مثلا نقولوا باغ اكزومبل واحد جا عندك هو تيتكلم هكا كيتربي ولدك هكا كيدير وتتلقاها مثلا هي ولا هو عنده 26 28 سنه ما مجهولش وما عنده ولاد. دونك هادو هما اللي تنقولوا بحال تنهزوا دوك الاعلام الحمراء تنقولوا فوالا راه الاشياء كامل تتقول لي قريتها. حنا ما بغيناكش تقرا وتحضر الدوره، لا بغيناك تطبق على ارض الواقع. بغينا انت باغ اكزومبل هاد 25 ساعه اللي دوس اللي في واحد المده دابا نحدوها، واش فعلا دير لك تغيير ولا ما دير تغيير؟ لا ما كانش دير تغيير بلا ما تضيع وقتك. واش فعلا تلتزم مع نفسك وتخذ قرار مع نفسك غدير هادشي؟ لا ما كنتيش تخذ قرار مع نفسك لانك انت بغيتي دير واحد التحول جذري، ماشي بغيتي دير واحد التطور، ماشي التطور تيمشي داكشي كونتيني. حنا بغينا ندير واحد التحول، وباش دير تحول راه ما ساهلش. باش دير واحد التحول راه حنا كي كنا النطفه ديال المالكي كي كانت في ديك البويضه الام وشوف كي صبحنا انسان وخرجنا الوجود، هذاك هو تنقصدوا به حنا التحول. ولا ملي تتكون ديك دوده تلقز تتحول فراشه عندك الميتامورفوز. دونك هادو هما الاشياء اللي تتكون صعيبه باش دير واحد التحول راه ما ساهلش، ولكن باش تمشي غادي مع الوقت راه تمشي مع الوقت. دونك هادو هما الاشياء اللي كاينين حنا بينا نحاولوا ننطلقوا من دوك الاشياء الاخرى.
نظر بعمق في الذات والتصل معها مع كل المؤثرات الاخرى فعلا. وكاين الاعلام الصفراء اللي تنسميوها هذوك واحد الافكار خاطئه تنحذر منها ما تنبقاش نرددها، لانه اشياء كثيره تتوقع في هذا المجال اللي تنخدموا فيه ديال الكوتشين ولا ديال التدريب تطوير الذات ولا ديال القياده ولا شي حاجه، بعض المرات كنا اخطاء تنوقع فيها صراحه، تتردد اشياء انا براسي ما فاهمهمش، ولكن ملي بنادم تيخدم على راسو تيقلب تيولي تيفهم لي شوز كليرمون وتيولي تيخدم من تيعطي الحاجه وتتولي تدوي بقلبك ما تدويش باقي اشنو عندي في الدرس ندوي بالتجربه. ودائما اصحاب التجربه راه هما اللي تيعطوك اكثر واكثر، وحنا في هذه الدوره ان شاء الله راه بحال بينا ندولوا تحويل هذه التجارب مثلا تيكون عنده واحد الشخص لشخص اخر. انا حتى ملي تنهز واحد الكتاب تنقراه راه ماشي تنكتب نقرا مثلا زيت انا هذا الكتاب باش نقرا، تنقرا مثلا هذا الكتاب هذه سميتو لي زوتيل دو ديفلوبمون بيرسونيل باغ اكزومبل تاع لي ماناجر، تنقراه راه ماشي باش تستفد منه، هذاك الشخص اللي كاتبه في عمره 60 سنه 50 سنه 70 سنه تنستافد ديك السنوات الخبره كاملين ديالو، وتنستافد حتى دوك المجموعه ديال الكتب اللي قرا 70 كتاب 100 كتاب 200 كتاب اللي حط ليه شي حاجه منها تنستافد منها. داك الشيء علاش الكتاب دابا في العمر ديال هذا السيد تقريبا يقدر يعيش 100 سنه اخرى، هو يقدر يكون مات ولا ما ماتش، دوك انت في نظرك شحال بغيتي تعيش؟ شكون اللي بيعيش 200 سنه ولا مشى 100 سنه ولا شكون اللي بيعيش 150 سنه؟ انا بغيت نعيش 900 سنه. مزيان، دونك سي خالد الاخ ديالنا استاذ الكريم قال لك بيعيش 900 سنه، سي خالد واشنو دير باش تعيش 900 سنه؟ ايوا اول نهتم بذاتي من خلال اني خلال تطوير الذات من خلال عن طريق القراءة مثلا المطالعة. ولكن ما تعيش 900 سنة، تعيش تقريبا شي 70 سنة ولا 60 سنة ولا ما عرفت، ولا تقدر تموت غدا عندك تخلع. دونك هنا في هذه الحالة تنقولوا واش تعيش 900 سنة؟ دابا تنشوفوا حنا مؤلفات ديال الناس سواء مسلمين سواء غرب سواء مسيحيين سواء اللي عايشين قرون، عايشين 100 سنة 200 سنة 300 سنة 400 سنة، نشوفوا فلاسفة أرسطو سقراط أفلاطون اللي عايشين قرون، دوك أنت شحال بغيتي تعيش؟ راه ميم ديك المرأة، ديك المرأة اللي تتربي واحد الجيل وتيكون تربية حسنة وأخلاق وهذوك جيل تيربي جيل، راه ديك المرأة راه ما شاء الله راه عايشة سنوات، عايشة 200 سنة 300 سنة، علاش يقول لك الشجرة تخدم لها؟ دونك هنا فين تنقصدوا أشنو غادي تخلي لدوك الناس؟ علاش أنت عايش؟ علاش حنا عايشين أساتذة كرام؟ شكون يجاوبنا؟ سي عزيز. علاش حنا عايشين؟ عندنا واحد الرسالة. مزيان أستاذ. وبحالاش يا أستاذة؟ مثلا يعني كل واحد ورسالته في الحياة. يعني اللي عنده رسالة ديال يأديها مثلا مع الأبناء ديالو، كاين اللي عنده رسالة يأديها مع المجتمع ديالو. فعلا فعلا، هاد الرسالة تتعيش معك حتى تموت، ولكن شنو هي الرؤية ديالك في هاد الحياة؟ حيت حنا من حقنا كبشر نحقق واحد الأنا اجتماعية ديالي، نحقق واحد الدخل مادي، نحقق واحد الحياة الاجتماعية اللي مناسبة ليا، من حقي وليدات منزل ديالي سيارتي، مهم ضروريات الحياة. ولكن هذا اللي بتسميوه كي تسميوه الناس كل ما هو روحاني، يعني اشنا هو لابارتونونس ديالي، اشنا هو الانتماء ديالي بارابور لي زوغ بالنسبه للاخرين، اشنو نفيدهم، اشنو نعطيهم. دوكا لا بليبار دابا راه عايشين غير هما، ولكن باش تفيد الاخر، وحنا الله سبحانه وتعالى تيقول لك باش ما فدتي الاخر راه تكون انت راه صالح. وكي قالوا تقولوا حنا تنقولوا الصدقه الجاريه، الصدقه الجاريه واش تنفعني انا، تنفع الاخر، تنفعني انا. دونك تيقول لك اللي عطيتي تيتخبى لك، دونك هادو حويجات حنا ماشي تنقصدو عطيتي يعني في الفلوس، في اي مجال، اي كلمه طيبه، اي ابتسامه، هي وجهتي واحد، هي درتي واحد، هي يتم تكفلتي، كاين مجموعه ديال الاشياء تدار تدار. اولاد اولاد صالحين مثلا، خليتي شي ذريه مثلا صالحه مثلا. فعلا، حيت حنا تنقولوا ياك تنقولوا حنا وما خلقت الجن والانس ليعبدون، فعلا، ولكن تيقول لك الله سبحانه وتعالى هذه غير كافيه، راه الشجر تيعبد، راه البحر تيعبد، راه كل شيء تيعبد، ولكن اشنو خليتي؟ تيقول لك انا خليفه الله في الارض، فاش اشنو خلينا؟ هذا هو اللي قلنا، راه مازال المراه ولا الام راه افضل من الرجال، لان سبحان الله تتربي، سبحان الله عندها قوه اللي ما عندش الراجل، سبحان الله عندها شي حوايج اللي ما عندناش، دونك هادو اشياء اللي كاينين وبها باش تكتمل هاد الدنيا. دونك واش حنا بينا نبقاو تنتكاثروا؟ مثلا انا تولدت
هنا كبرت، هنا دخلت المدرسه، هنا دخلت الاعدادي، هنا دخلت الثانوي، هنا دخلت لافاك، هنا درت دراسات عليا، هنا درت على حسابي، هنا تخرجت، هنا مشيت واحد العمل، هنا بنيت اسرتي، هنا درت منزلي، هنا درت، هنا مشيت للقبر، ولكن اش درت؟ صحنا تنبقى غادي غادي تنخرج مع الزجاجه، خرجت من الرحم ديال الام، تندخل للمدرسه، هنا دخلت واحد الزجاجه، تنخرج من لاكريش، هاني باغ اكزومبل خرجت معاك زجاجه، تندخل الابتدائي، هاني جبت الملاحظه خرجت معاك زجاجه، كذلك تنتم غادي اعدادي تنغير الثانوي شي شويه تنتزوج، هنا دخلت العنق الزجاجه، تنبقى غادي، هنا دخلت للعمل شي شويه، هاني مت، هاني دخلت العنق الزجاجه اللي هو القبر، اشنو درت؟ هي مع نفسي، اشنو درت لنفسي؟ حنا ما نتوش كاع الاخر، اشنو درت لنفسي؟ دونك هادو اشياء حنايا تنتكلموا في هذا الكلام باش يبدا تيتبادر في الذهن ديالك، باش يتبادر في الذهن ديالك، يعني واش انا فعلا قادر ندير هذا الشيء ولا ما قادرش، وحنا غادي نشوفوه هنا. نخليكم مع الفيديو، شوفوا الله يخليكم هذا الفيديو. ناسي السلام عليكم كل بيت في مصر في كل مكان، انا بكلمكم يا جماعه من مؤسسه التطوير، انا الباشمهندس محمد عثمان. هتستصغروا كلمه باشمهندس اقول لكم مستر محمد عثمان، ليه؟ دي رحله حياتي مع التنميه البشريه في الاتش دي وفي الاتش ار، اصبحت اصغر مدرب تنميه بشريه في مصر. هقول لكم يا جماعه رحله حياتي مع التطوير، رحله وهم وهم بجد. شنو لاحظتوا في هذا الفيديو؟ شكون يعطيني شي كومونتير؟ دابا هذا طفل عنده 9 سنين 10 سنين 11 عام، قول وتيقول لك بانه انا ماستر في الموارد البشريه وانا هادي وهادي، وتشوف معي واحد الرحله اللي توهم تنقول له هذا فعلا نيت كاينه واب. دونك راه هاد الاشياء هما اللي تقول تنزعوا عليه الرايه الحمراء، راه ما عندنا ما نديروا بهذا الشيء باش نتفاهموا. حيت علاش؟ حيت تكون على يقين تشتغل تقول تتبيع الهضره فعلا، ولكن ديك الهضره واش فعلا خليت ذاك الاخر ينتقل من واحد المكان الى مكان ويدير وعارف راسه؟ دوك راه تيمشي مزيان، حيت هادو راه بحال تقول واحد جوج الجبال باش نطلق من هنا، دوك خصني نشتغل على نفسي ونبني واحد القنطره باش ننتقل هنا. نوريكم عاوتاني اشياء اخرى اللي بغينا حنا اللي تنبعدوا عليها في الدوره بما امكن. هذا واحد حنا ما تنضربوش هكا، حنا تنقول لك بان الدوره راه ما عندناش، عاد تنقول هذا الوهم، لا والله لما قفلتي وشمرتي وخدمتي على راسك وسهرتي الليالي وكتبتي ودرتي وفلاي وطبقتي وتحطي في ازمات وتحطي في عقبات وعاود تنضي وعاود تقعدتي، راه ما كاينش، راه حتى حاجه، راه ماشي تنقول لك راه كل شيء صعيب وتنقول لك كل شيء سهل، لا هو حسب الطموح ديالك فين توصل. نوريكم هذا الفيديو الاخر. شنو لاحظتوا؟ شكون يعطيني دونك هذا المفهوم ديال الفيديو؟ عطيوني التعليق ديالكم بانه هذا واحد المدرب، لانه هذا هو المشكل اللي دار في الديفلوبمون بيرسونيل ماشي هو الديفلوبمون بيرسونيل، دونك اغلبيه ما تيقبلهاش، ولكن هادو حتى يخرجوا عاد من بعد تيوعوا بانه تيقول لك اودي انا تنجري، فهمتي؟ تنجري مشيت طلعت لواحد الجبل، وصلت فوق الجبل وانا لقى واحد الاسد، تنقول شنو واقع، وانا نهرب بسرعه، عاود نزلت من الجبل وتميت غادي، وخفت لا نلقى شي اسد اخر، وغادي وانا نطيح
وننفق منه، اشنو استفدنا؟ حتى حاجه. دونك هنا باش نتفاهموا راه تيقول لك الله سبحانه وتعالى راه حتى الدعاء ملي عقله وتوكل راه خصك تنوض تحرك دير فعل، دير فعل راه نوض تحرك ندير نصاوب باش راه ماشي هين بقى تنحلم. دونك انت باش يقول لك حيت دابا بار اكزومبل كاين دابا تيتقرا لو اوف اتراكشن قانون الجذب ولا شي حاجه، ولكن الا بقيت انا جالس وتبدا نشونجي في التلفازه وتنحلم كل عقلنا بدا تنبدا تنشونجي في التلفازه وتنحلم راه ما كاين والو، ولكن نضو تنشتغل على راسي وتنخدم وتنقلب وتندير وتندير ونمشي لهنا ونمشي لهنا ونمشي لهنا راه ربي تيدير 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 منافذ تيديرهم تيديرهم تيقول لك خصني نبدا. دونك حنا شنو وقع لك؟ انت راه جالس في الدار وتتحلم بانك راه غادي في لوتوروت مسافر، ولكن انت راه ما درتي حتى خطوه. شوف الا مشيت تقف الطاكسي واش الطاكسي تيطلع عندك للدار الفوق؟ راه نقولوا حنا مثلا انا عيطت للطاكسي، عيطت لكريم، عيطت للمهم، دوك التليفون فوالا 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 هنا فين كاين، ولكن راه تنوض من المنزل ديالي تلبس الملابس ديالي تنستعد تنخرج نهز الساعه ديالي المسائل تندير الخطوات ديالي تنحل الباب تنخرج من الباب تنخرج للشارع وتنتواصل. شوف شحال خطوه درت عاد قبل الطاكسي وفي طريقي ربي يسهل الامور خلينا نوصل ليها، واش نوصل ولا ما نوصل ربي هو اللي هو اللي بيدي كل شيء. دونك هنا فين تنقولوا هو بقات تحلم وجالس راه ما كاينش ماشي ديفلوبمون بيرسونيل هكاك. هنا هنا فاش تنقولوا هنا تنهزوا رايه الحمراء ما تنهزوش شي حاجه اخرى. دونك هنا عاوتاني كاين رايه حمراء ورايه صفراء، عندنا مفاهيم خاطئه راه ماشي هو ذا ديفلوبمون بيرسونيل. باش نتفاهموا راه ديفلوبمون بيرسونيل راه ضروري نفهم النفسيه ديالي، ضروري نفهم الشخصيه ديالي، ضروري نفهم نمط التعلم ديالي. عليكم السلام استاذه كريمه. ضروري نفهم نمط التعلم ديالي، ضروري نفهم نمط التواصل ديالي. الا ما فهمت هذا الشيء كون على يقين نبقى انا مدبزه مع نفسي. دونك هذا هو اللي كاين. عندنا فيديو اخيرا نختم به، شوف دابا هذا تيضل تيقول لك خصني ننجح فننجح هو تيجلس تينشر. احنا باش انا لقيت لكم بعض الفيديوهات باش نفهموا. هذا انا تيقول لك لازم انجح لازم انجح لازم انجح، هادو تيتسموا دي موتيفاسيون اللي داك التحفيز الداخلي ديال الخارجي، ولكن ما عندهاش تحفيز داخلي يكون على قيد. وتيقول لك واحد المثال تيقول لك انت تنتظرني انا نحفزك كون على خير باش تنطلق لقدام كون على خير ندفعك طيح للارض، ولكن الا كنت مستعد ندفعك ولكن شاد فرد وتنطلق. دونك هذه باش تنتظر، علاش نقول لك دائما شوف انت اشنو هما الامكانيات اللي عندك. شكون يعطينا تعليق عادي على هذا الشيء؟ هذا كنت كنت يصبرنا شي حاجه كنت سالا وكنت شفات شي تعليق لديكم استاذ كرام؟ شي تعليق اخواني اخواتي؟ استاذ التحفيز المده ديالو قصيره، يعني يقدر الانسان يتحفز واحد المده وصافي دغيا تنطف هذيك الشعله وتعاود يرجع كما كان. حيت ما قصناش الوتر ديال الشخص، والوتر ديال الشخص ماشي انا المدرب اللي نقيسو، راه هو اللي تيقيسو بنفسه فعلا. استاذه الكريمه فعلا هذاك التحفيز من تيكون ديال الاخر راه مشكله. كون هل من تعليق اخر؟ شكرا استاذه حنان. لا شكرا على واجبك. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام. السديده دونك حنايا باش حيت كاين مفاهيم خاطئه دابا تنسمع باغ اكزومبل لا هادي 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 لا الكوتشي لا هادي، ولكن انت واش دخلتي المجموعه باش تعرف؟ حيت اي عمل بغيتي ديرو بغيتي تعلم الطبخ خصك تلتصق بالناس اللي تيطبخوا، تبدا مع المبتدئين شي شويه شي شويه حتى تتقلب على الفنانين تتقلب على الخبراء. بغيتي تدخل اي مجال مثلا ديال الكمبيوتر خصك تختص مع الناس، بغيتي تدخل المجال ديال الانترنت والبيع في الانترنت شي حاجه خصك تختص مع الناس اللي تيديروا داك الشيء. دونك هذو مجموعه ديال الاشياء، اي مجال بغيتي تدخل ليه كون على يقين راه خصك تكون تتنتمي للاشخاص اللي كاينين، اي مجال اي مجال. دونك اما بغيتي نسمع الهضره ونديرها دونك ما خداماش، بغيتي تولي استاذ واستاذ كف خصك تنتمي للاساتذه. دونك هادو اشياء حنا اللي لابد منها باش نطرقوها. دونك هنا عندي واحد التعليق ديال مهمين وهادو تنخدموا حنا في الكوتشين في واحد الاداه من الادوات ديال هيدسون. دونك شكون يعطيني هنا شكون يقول لي التعليق ديالو هنا؟ شاركونا السيده. دابا راه كاين معنا تقريبا 33 واحد، قول 31 واحد بلا بيا بلا سيبوه ويلاه تلقاو اما واحد السي خالد ولا دابا الاستاذه حنان.
بعدا لقينا راجل ومرأة تعدنا يلا رجعنا نغلبوا العيالات وما كيعلقوا سي حسن كيعلقوا في الشات يعني راه الناس سيبوه يلا اقرا مرة كيعطيو على بعض التعليقات مهمة جدا فاش شافوا الفيديو ان الرغبة المبادرة الجرأة ثم المثابرة وي وي استاذ اشرف ان التحفيز الداخلي هو له أولوية طبعا باش يكون الانسان يعني في الواقع خصو التحفيز الداخلي كاين تعليقات وازنة جزا الله عنا خير ان شاء الله. سيدة ننتظر تعليقات ديالكم في الشات. تطور الانسان تطور لي تطور ربما تطور الانسان. وي 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 وي. يعني ضروري الانسان انه سوف يمر بمراحل هذه الفراشه هذه قبل ما ولات قبل ما تاخذ هذا الشكل ديالها النهائي الجمالي كانت من قبل انها مجرد يعني دوده يعني وكذلك في السياسة وفي مجموعة من المراحل باش ياخذ داك الشكل النهائي اللي بغى يكون في هذا الجمال الجمالية الفكرية بحال هاد الفراغ خصو يقطع مراحل التطور فعلا انا الكلمة زوينة قالت الأستاذة شيماء البداية لا علاقة لها بالنهاية ولكن المتعارف عليه هو أن النهاية أجمل وأفضل فعلا اش وقعنا حنا في مصر سي حسن كاين سي الاستاذ الحنانات الاستاذ ديال زفي تي بغيت يدير تدخل ديال الزيد ديال قبيله تفضل سير استاذ تكلم محمد مرحبا سي محمد تفضل حنانات الصوت نسمعش الصوت على كل حال يتدخل ان شاء الله في الوقت الاتي تفضل سي حسن وي وي دونك هنا باش نقصدوا واش هاد الدوده ملي كانت يرقه دونك اول حاجه تقول تكون في ديك البيضه ديالها كانت يرقه اول شيء هي بعدا هي تتنعش من داك الغلاف ديالها ابري تتبدا تكبر 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 حتى تولي دوده كامله دونك هنا درت واحد التطور ولكن راه عندها جوج الحالات اما تبقى دوده هكاك اما تخرج باش تولي فراشه دونك هنا غيبدا واحد التحول راه قلتو راه هنا كاين الاستاذ سنه قال لك التغيير يمر بمراحل فعلا التغيير يمر بمراحل فعلا راه ملي تنكونوا حنا في واحد المرحله ديال الاستقرار او في واحد المرحله تنقولوا حنا لا فاز بلاطو راه بخير الامور بخير عايشين مخلصين كريدياتنا وليداتنا مدارسنا المسائل كي حنا في واحد الفترات ديال الاستقرار هي تنقصدوا دوك اش يجي تيوقعوا لنا واحد المطبات تيوقعوا عندنا مشاكل تيوقعوا عندنا يقدروا يكونوا خفاف صغار يعني باقا ديك الطاقه وانت تقول علاش انا وقع لي هذا الشيء علاش هذه المشاكل علاش عينا دست انا واحد المرحله اخرى كنتسنى عدم الرضا واحد المرحله تسمي عدم الرضا دونك عدم الرضا راه انا باقي جدوده راه باقي جدوده راه باقي ما دزت ديك المرحله ديال التحول تنولي تولد من جديد تنجي من جديد باقي ما دزت اش وقع لنا هنا دونك في نظركم اخواني اخواتي الكرام هاد الدوده منين تدوز من هاد المراحل ها هي شو لاحظوا معايا هنا ها هي هنا تتاكل شي شويه تتبدا تعقف بوحدها شي شويه تتبدا تنسج داك الحريف وتتبدا تصاوب واحد المجموعه ديال الاشياء حتى تدخل ديك الكوكوين ديك الكوكوياجه ديالها تدخل في نظرك انت تدخل تما راه توقع عندها تحول واش هي مرتاحه داخل داك الكوخ ديالها ما مرتاحاش حتى ديرها شونجمون حتى انت تدي واحد العمل اللي فيه طاقه وفيه جهد وجديد عليك ولا بغيتي تنتقل من منزل لمنزل ولا من وظيفه لوظيفه ولا مدينه لمدينه ولا بغيتي دير تحول جذري في حياتك واش تجيك سهله راه ديما عندك واحد المجموعه ديال الخيوطه تيجرو تيقول لك بقى ما عندك ما دير بهذا الشيء بينك وبين نفسك عاد بينك وبين لونتوراج الاخر حنا نرجعوا للكلمه اللي قالنا الاخ قبيله قال لك راه البيئه تيقترحوك هي اللي ما تخليش تقدم فعلا متفق معك ولكن انت تكون تخدم على راسك راه ضروري واحد المخاطره واحد المغامره في الحياه لان مدبره حكيم ولكن تنخطط حسب الامكانيات ديالي وبعد المرات تقول اه والله الا صدقات ليه سبحان الله دابا تتوقع لنا حنا في العائله تيكون هاد الاشياء مثلا شي واحد دائما تيدير شي محاوله في شي عمل ولا من الاعمال و تيوقع عليه مسكين كريز تيوقع عليه مشاو ليه فلوسو تيعاود ينوض ويعاود يدير وتيقول انت كاع عاود تتعلم مره الثالثه الرابعه الثالثه سبعه المرات وتينجح والسيد تيتلونسا حنا اللي ما فاهميش اش تنجيو تنقولوا تقول والله الا صدقات ليه تيجي واحد تيقول بغيت ندير بحالك تيقول توكل على الله اللي درت ودرت ملي تدخل تيبان لي الامور ما سهلاش دونك هنا فين تنقول لك راه مجموعه ديال الاشياء راه نقدر تبان لك راه سهله وتقول ندير بحال هكا السي حسن نخدم انا نقول لك اودي راه ما سهلاش في حاجه وحده وسهله عليك تقول لك ما عمرك تكون بحالي كون على يقين اما تكون احسن مني اما تكون اقل مني
ولكن باش تكون بحالي راه ما كايناش. دونك وحسب المجهود ديالك. دونك هنا باش نتفاهموا راه ما حيدوا هذه الكلمه ديالكم حظ. تيقول الحظ راه ما كاينش في الدنيا، انما كاين فرصه واستعداد لها. كاينه فرصه ومستعد لها تنقتنصها. واش انا مستعد؟ بعض المرات تقول دابا تقول واه كون عندي هذا الشيء اللي تنعرف دابا بشحال تيكون ما عرفت شنو درت. اش تيقولوا حتى الناس؟ تيقول لك اودي راه داك الشيء اللي كان عندك 16 سنه 20 سنه 40 سنه راه هو احسن قرار اللي خديتي، لان حسب الكفاءه ديالك حسب المعلومات اللي كان عندك. عاود تقول واه دابا يلاه درتي انا كون عندي كون درت انا العماره وكان عندي العقل. لا راه احسن حاجه خدتي، انما راه قلت واحد الكلمه قبيله هو التصالح مع الذات. التسامح مع الذات هذاك هو اللي تنسميوه حنا التصالح، بان حيد دوك الافكار القديمه كون 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 وانطلق في العمل ديالك. دونك حنا هذه الفراشه باش تخرج راه هنا فين تيجي راه حتى هي ما عجبهاش نفسها دخلت تما، راه ما عجبهاش هادي هادي هادي. وهنا سبحان الله حسب العلم اللي تيقول تيقول لك سبحان الله هذه الفراشه الا جا شي واحد بغى يحل لي هذاك باش تخرج تتموت. عند واحد الوقت هي تتكف تتكف حتى تخرج وفعلا تتبان لك تطير وتتمشي وتتخدم على راسها. دونك هنا هنا راه الفراشه باش تدوز من هذه الاشياء كاملها راه خصها مجموعه ديال الاشياء باش تدوز منها. خلال اربعه ايام شوفوا معايا الفيديو عفاكم صفات والديها. تتغذى على قشرة بيضتها ثم تنتقل إلى حشيشة اللبن الندية. عليها أن تتغذى جيدا وتبني مدخراتها للهجرة الطويلة. بعد أسبوعين من الأكل النهم أصبحت كتلة أجسامها الآن أكثر بألفي مرة مما كانت عليه عند ولادتها. أصبحت الديدان مستعدة معلقة بخيط من الحرير. تبدأ معجزتها الجديدة. خلال الأسبوعين القادمين تتحلل الدودة فعليا إلى كيس من السائل الغني. تنمو خلاياه من جديد لأجنحة وأرجل وقرون استشعار. بعد ساعات قليلة صارت مستعدة للطيران. هذا المخلوق ولد كي يتحرك، كي يتجاوز طاقات والديه وأجداده البطولية، ليحمل عاليا الآمال الوراثية لنوعه. بشكل مذهل أكثر من بليون فراشة ملكية رائدة تنطلق الآن، وللمرة الأولى منذ أربعة أجيال تتجه نحو الجنوب لتعود إلى موطنها الشتوي. دونك هنا أشنو العلاقة ديال الدودة إحنا كأشخاص اللي بينا ندخلوا الديفلوبمون بيرسونيل؟ شوف المرحلة الأولى اللي دارت من هي خرجت من ديك البيضة ديال أول اليرقة. فعلا واش انا فعلا كشخص كانسان واش فعلا عندي قرار بالتحول؟ ماشي قرار التغيير. التحول اكثر واكثر واصعب من التغيير. واش عندك قرار باش تبدا الرحله؟ واش هذا القرار مهم بالنسبه لك فعلا؟ واش انت بيك وبين ذاتك واش قررتي باش ما ديرش داك الدوران بيك وبين نفسك؟ حيت بعض المرات راه تقول تيوقع لك واحد الحديث داخلي اي بيك وبين نفسك تقول ندير انت تقول بلاش شنو ندير. دونك تتعرف بانه راه كل ما يتعلق تيقول لك هذاك هو الصمت القاتل، هذاك راه مشكله. دونك شوف هي اشنو دارت من تلقاء نفسها، خدات وبدات تتنسج دوك الخيوط الحريريه وتتفرزهم فعلا فعلا وتتغزلهم حتى تحولات لديك كوكون تنسميوها ديك الشرنقه حتى ولات كوكوياجا. دونك هي قرارات، لما قررت تكون على قيلة تتموت. دونك منين ولات هاد الدوده محاطه بديك الكوكون ديالها تنقول او الشرنقه
وغادي وتتقصح برا احنا فين تنقولوا تاخذ واحد القرار وتتصادم مع الحياه، تتصادم مع المعيقات، تتصادم مع البيئه، كون على يقين تنبني انا واحد الحاجز راه تيولي عندي واحد الصلابه لا في نفسيتي لا في الحاجز، واحد المقاومه تكون عندي سواء من جسمي سواء من نفسي، دونك تتولي بانه تنحمي انا نفسي من الداخل. دونك هذا هو الدور ديال الديفلوبمون بيرسونيل، تيولي عندك واحد التوازن نفسي، تيولي حتى الامور تتوقع في محجك تجيك عاديه، حتى القرارات تدخلهم تلقاء نفسك، ما تبقاش عندك واحد التبعيه اكثر 100%. ماشي حنا تنكون تقول تكون انديبوندون 100%، لا، تيكون داك لانتيغ ديبوندونس، يعني تتكون وفق ربح ربح، يعني غانيون غانيون، انا بخير وانتم بخير، انا بخير وليداتي بخير، انا بخير الاسره ديالي بخير، انا بخير الموظفين معايا بخير. دونك هذا تيولي تتولي هذه هي الحياه اللي تتمشي مزيان. دونك انا تنولي نحمي راسي. المرحله الثانيه يعني ملي تتوقع ليا هو اللي تيقول لك حنا كيتسميوه ديك عدم الرضا، هذا بحال تندير واحد الموت قديم بانه بحال تنموت تنحيا من جديد، يعني تنولي تيولي عندي تفكير اخر، حتى ملي تكون تتحاوري مع شي صديق او شي شخص وتنصحك وتولي تيضربك في الوتر تقول لك فوالا فوالا، تقول واه الامور تتبان لي مزيان. دونك علاش؟ حيت انت بحال تقتل واحد الجسم قديم وتتحيي جسم جديد، بحال تقتل واحد القسم واحد الجسم ضعيف وتتحيي واحد الجسم قوي. دونك راه نفس الشيء، راه تتولي تخدم على البرمجه ديالك، حيت حنا راه تبرمجنا، راه ما شاء الله عندنا واحد 100 خليه 100 مليار خليه عصبيه وعندنا نورونات في ذاتنا، راه تبرمجنا. دونك هنا انت باش يولي تخلق عقل جديد، تفكير جديد، يعني مقاومه جديده، صبر جديد، هادو هما الاشياء اللي تيقول. بحال تدير الصلاه ديالك وتتخشع الصلاه ديالك وتتلتزم تتم غادي غادي غادي، ولا بقيتي مستمر معها مدى الحياه غادي 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 غادي، كون على يقين بحال تتزاد من جديد، بحال تتبعد من جديد. دونك هنا اش يوقع لك؟ حنا فين تنجيو ديك المرحله ديال عدم الاستقرار تيوقع لنا وعلاش انا وادي 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 وادي، يقدر تيبان لك الضوء تعاود ترجع، تحاول ترجع للحياه ديالك عاديه، ولكن تتقول اودي راه حتى الحياه عاديه ما بقاش عجباني، انا بغيت شي حوايج اخرين، ما بقاش مفهوم ليا مجموعه الحوايج، تتبقى خدام على راسك تما فين تيوقع عندك التحول. دونك تما فين في ديك الكوكون ولا ديك الشرنقه اللي فيها الفراشه، تما تيبدا الجسم الجديد. فوالا شوف بحال واش يقول لك سبحان الله، قال لك تيهضم الجسم القديم وتيخرج الجسم الجديد في الفراشه، وراه ما ساهلاش. دونك تتولي شخصيه جديده، تولي انتاج جديد، دونك هذا هو اللي تنقصدوا به حنا، تولي تفكير جديد، تولي نفسيه جديده. دونك انت واش فعلا انت بغيتي تبقى منكمش على نفسك لداخل هكاك ما تدير والو، راه هو في الداخل ديالو وراه هو تيخدم، كاين صراع، وهنا فين هنا فين تنقول انا ما خصنيش نبقى هكا صافي، والله الا السي حسن اللي كنت تعرفوا والله ما يبقى ولا هكا، تولي تتولي دير تحدي بيك وبين نفسك، فعلا تحدي، ماشي تحدي ضد فيهم، لا تدير تحدي. دونك راه هادو هما اللي كاين، ولا ما دخلتيش هاد 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 الكوكون ولا هاد الشرنقه، دخلتي بهاد الصراع، كون على يقين راه تبقى نفس الشيء وتتعيش في ديك لا زون كونفور، ديك دائره الراحه ديالك حتى تتموت. والاغلبينا انت تتولي ديك دائره الراحه غادي وتضيق عليك، انت تبي تخرج منها تطردك. دونك انا باش نخرج منها واش فعلا باش نخرج واش حط شي اهداف ولا حط اي وهم، نحط وهم وتندير انا انجح انا انجح، بقيت هكا، ولكن لا تنقز الطابل وتنقز تنوجد ليزيكزامان ديالو وتنوجد المجموعه ديال الاشياء راه غادي ينجح. دونك هذا هو المقصود انا ديالي من هذا الكلام اللي بنقول لكم. وفعلا المرحله الرابعه هي اللي تتعاود تنطلق، تتكون انطلاقه جديده، وتتعاود تحلق انت عاليا وتتعاود تستمتع بالنجاح ديالك، تستمتع بداك الجهد ديالك، وتتقول للاشخاص فعلا انا درت انا هذا الشيء. هنا فين نقول لك واش انت بغيتي تكون شرنقه بشريه، واش بغيتي تكون كوكون بشري، واش بغيتي تخرج تخدم. مرحبا بك في هذه الدوره معنا، نخلي السمو يكمل معكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني هكا كنا في بقات 5 دقائق باش نسدوا القاعه، لان اللقاء الاول كان مبرمج فيه ساعه. ما مشكل شي سير ان شاء الله بعدا من فقط الاحبه، لانهم ربما كاين زعما كاين التزامات ولا شي حاجه مع الدار ولا شي حاجه. على كل حال يعني الحمد لله كنا في تتبع شيق مع الكلام ديال السي حسن. أؤكد المسألة ديال أن التغيير له سنن، والله عز وجل عندما خلق الخلق يعني خلقه على أسباب ومسببات، والكلام اللي جفت يعني السي حسن مشكورا ومأجورا إن شاء الله، كيبين فعلا أن السنن الكونية اللي خلق عليها الله جل وعلا الكون لا تحابي أحدا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هاد الخلق والفطره باش خلق الله سبحانه وتعالى الكون خلقوا بتدرج، وكاين النمو وكاين الرقي وكاين كل الاشياء، حتى ان في القران الكريم سلم الله على خلق السماوات والاراضين في سبع
أيام بسبعة أيام، وقال أن خلق الإنسان في بطن أمه 9 أشهر. واش الله عز وجل ما قدش يقول كن فيكون؟ يعني يقول فيكون تجي السماوات والأراضين. واش ما قدش سبحانه وتعالى يقول كن فيكون والجنين يتكون بين عشرين وضحى في بطن الأم؟ لكنها سنة الحياة، سنة البناء، سنة التدرج. هذا الكلام هذا اللي كنشوف الله سبحانه وتعالى خلق الكون كينبهنا إليه، وكيبيننا كيف أن كنديروا النبتة في الأرض كطيح، فإذا نزل عليها يعني الماء اهتزت ورضت وأنبت من كل زوج بهيج. هذا التدرج وهذا السيرورة ديال الخلق سواء على المستوى الإنساني، على المستوى النباتي، أو مستوى الحيواني، على مستوى يعني الجمادات، كل هذه الأشياء أحباب الكرام تعطينا إشارات على أن التغيير له سنن، له يعني له قوانين. وهذه القوانين هذه إن نحن علمناها وعرفناها، وكما قال عليه الصلاة والسلام لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. والمقصود هنا الداء، قد يكون داء خلقي، داء حضاري، قد يكون داء نفسي، قد يكون داء عقلي، داء سلوكي، أي كان هذا الداء، إذا عرفت الطريق للوصول إلى الرقي والتحول من حسن إلى أحسن فذلك هو المطلوب. وإن لم تعرف الطريق فغتبقى الإنسان يدور يعني. فعلى كل حال المقصود هو أن العرض ديال اليوم حبيبي الكرام وضعنا الطريق إن شاء الله رب العالمين، يعني غادي يكون عندنا لقاء آخر إن شاء الله في القريب، يعني قوم يكون لتلقى مع السي حسان يكون يوم السبت إن شاء الله رب العالمين ساعة أخرى، وإن شاء الله رب العالمين يكون فيها بيان بعض مقدمات حول طريقة التغيير، أشنو خصني ندير. ولنا في هذا النص القرآني اللي تكلم عليه ساعات قبل قليل وبين المثال في ذلك الدودة القز وغير ذلك والفراشة وغير ذلك، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير يبدأ من الداخل، والتغيير يبدأ من الذات. غير أفكارك، غير معتقداتك، غير يعني تصوراتك، غير صورتك الدينية، غير يعني حتى المفهوم ديال الهوية، غير إيمانك الاتجاه الصحيح. للإيمان الروحي قد تؤمن بأشياء وقد لا تؤمن بأشياء حقيقية، والآن العالم كله يؤمن بأشياء، وليس هناك يعني مش كل شيء عنده الإيمان الصادق بالله سبحانه وتعالى والإيمان الحقيقي. هناك من يؤمن بالوهم، هناك من يؤمن بشيء معين، ولكن يبقى للإنسان ضرورة الإيمان. فإذا نغيروا الداخل ديالنا، كيبقى السؤال لتخص حسن قبيلة وهو كيف يمكن أن نغير. وهذا هو أحباب الكرام يعني البيت القصيد ديال الدورة، هو أننا نعرف ألف باء وأولا ثانيا ثالثا ديال التغيير. لأن الإنسان عندما يحقق ما يسمى الوعي الذاتي يمكن أن يضع اليد على سبل التغيير. ما دام الإنسان مازال ما اكتشفش ذاته، ما عرفش نفسه، ما عرفش كما نقول احنا منظومة ديال التكوين ديالو، ما عرفش كيفاش التراكمات اللي عنده الآن، السيرورة التربوية ديالته والطريقة باش تكون الأفكار اللي عنده الآن، تراكمات ديال الجانب النفسي، السلوك اللي عنده، نمط الشخصي ديالو، إذا ما عرفش الإنسان وحط راسه قدامه صفحة واضحة وخريطة ذات مسارات يعني جلية وبينة، لن يستطيع الإنسان بحال من الأحوال أن يعرف كيف يمكن أن يغير ذلك. فإذا أحباب الكرام يعني إذا كان شي سؤال مازال نجاوبوا عليه إن شاء الله رب العالمين فيما تبقى من الوقت، وإن كنا قد تجاوزنا الوقت، لكن سنلتقي إن شاء الله في القريب. يعني إذا اتفقت مع السي حسان نديروا اللقاء، ندوزوا الجمعة ونديروا السبت ساعة عاوتاني إن شاء الله رب العالمين، باش إن شاء الله لأن أغلب الأحبة كانوا ودين على سبت ساعة كما تم الإعلان عنها، ولكن إن شاء الله رب العالمين يكون لنا لقاء آخر يوم السبت لتعميق الرؤية حول مفهوم تغيير الذات ومفهوم تطوير الذات، وكيف يمكن من خلال دورتنا هذه
أن يصبح الإنسان يعني مغير لذاته ويعني مستطيعا أن يغير غيره. فدورة عن وجود الأهداف كبار، ونشوف التفاصيل في اللقاء الجاي. أولا نغير ذواتنا، ثانيا نساهم في تغيير من حولنا أو أن نعين ونحفز أن يتغير من حولنا. والأولوية إذا كنا آباء وأمهات الأبناء ديالنا والبنات ديالنا، كنا أزواج بعضياتنا كأزواج، كنا الناس عندنا كمدرسين كمشرفين تربويين كمدربين كموجهين، فنكون أقدر على أن نكون أخصائيين في معرفة طرق تغيير الذات. فلكم كلمة لكي سؤال إن شاء الله في دقائق معدودة، وإن شاء الله نختم ونسدوا القاعة اليوم. وموعدنا إن شاء الله يوم السبت في 9. سي حسن اتفق معايا في التوقيت مزيان؟ فندوزو الجمعة، الجمعة تنضج هذه الأفكار، لأن سي حسن أعطانا كلام دسم بكل صراحة. نعم يعني غادي نديرو جروب الآن، جروب إن شاء الله رب العالمين، وغادي نوجهو الدعوة ديال الناس اللي بغاو يدخلوا في هذا الجروب، وبإذن الله سبحانه وتعالى غادي يكون تسجيل، رانا إشارتكم بإذن الله. ولعلمكم نختم بهذا الكلام هذا، اسمح لي أن الدورة هذه الدورة يعني تطوير الذات أو أخصائي في تطوير الذات، أولا كيحصل المشارك معنا في الدورة دابا عندكم لقاء مجانية اللي غادي يشارك من بعد، أنه غادي يحصل على المادة بي دي اف، وغادي يحصل على التسجيل ديال الحلقة كاملة كما كتشوفوها الآن، وغادي يحصل على مراجع داعمة لتطوير الذات، وطبعا غادي يكون له يعني غادي يكون عن بونس بالنسبة ليه في المتابعة عن طرف سي حسن وعبد ربه إن شاء الله طيلة مدة التدريب. وإن شاء الله غادي يكون له الأولوية في حضور دورات مقبلة كتدريب المدربين تي أو تي، ويعني الكوتشين سكولير والكوتشين ديال اللايف، لايف كوتشين ديال الحياة إلى غير ذلك. فشكرا لكم على المشاركة أحبتي الكرام جميعكم، ممتن نحن ممتنون لكم على الثقة وعلى هذا المسار وهذا المدرسة ديالتنا نفسي حسن، اللي هي مدرسة نحسبها إن شاء الله رب العالمين تقوم المسار ديال التنمية الذاتية وتسير في المسار الحقيقي ديال التغيير اللي بغاه لنا الله سبحانه وتعالى، وبغاه لنا يعني المنهج ديالنا القويم يعني كمسلمين وكناس أسوياء، بغي إن شاء الله الطريق القويم ونخليه بصمة في هذا الكون قبل أن نلقى الله سبحانه وتعالى، ونخليه مرانا يعني رسالتنا مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. شكرا لكم أحبائي الكرام، شكرا لكل من علق وعبر بالشكر الجزيل، وكلمة أخيرة استحسان وخصمه إن شاء الله رب العالمين. دائما في إطار كي قلت السيبو واش كاين شي سؤال كاين شي سؤال نجاوبو، وراه سيفنا لكم في ميساج تليفون الا شي حاجه تليفون كاين، وراه كاين التواصل مع السيبو سرد ان شاء الله للرابط تجيل تجير راه يوصلكم ان شاء الله. الله يبارك فيك. غنديروا غرفه سي حسن ديال يعني الواتساب، هادو اللي شاركوا معنا اليوم غادي نوجهوا لهم الدعوه اللي شاف يدخل غادي يشوف التسجيل ان شاء الله ويشارك معنا بالاسئله، واحنا ان شاء الله غاديين يعني نتمنى الله التوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمه الله. بارك الله عليكم السادة الكرام وليلتكم سعيده. السلام عليكم ورحمه الله.